السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المبارك الذي نريد أن نخصصه لفضل شهر شعبان الذي أهل علينا، فرحمة الله تعالى واسعة على العباد، ومن رحماته أنه جل علاه جعل لنا الكثير من المواسم، مواسم الخيرات والبركات، يتجلى فيها الله تعالى على عباده بالرحمات والمغفرة، مواسم ومناسبات كريمة يرفع الله فيها الأعمال الصالحة ويغفر فيها الذنوب والسيئات. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دوما عند كل مناسبة أو موسم للخير والبركة يجمع صحابته الكرام من الأنصار والمهاجرين ويخطب فيهم ويذكرهم، وكان يحمسهم على فعل الخير. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وكان يقول: افعلوا الخير ظهركم، وتعرضوا لنفحات الله، واسألوا الله تعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. ونحن أيها الأحبة الكرام في هذه الظرفية التي يعيشها العالم، ظرفية فيها حروب وفيها عنف وفيها سفك دماء وفيها قتل للأبرياء وفيها غلاء للأسعار وفيها شح للأمطار، نحن في أمس الحاجة أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. نحن أمس ما نكون أن نتعرض لهذه النفحات، لعلها أن تصيبنا من نفحة فلا نشقى بعدها أبدا. وهذا دأب المؤمنين، المؤمنون والصالحون عبر التاريخ كانوا يستغلون ويستثمرون مثل هذه المناسبات الغالية ويتسابقون فيها للأعمال الصالحة. المذنبون يرجعون عن غيهم، والصالحون يتسابقون في الخيرات، ولسان حالهم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فهذه الليلة، هذه الليلة أيها الأحبة الكرام، أهل علينا شهر فضيل، شهر عظيم، شهر كريم، إنه شهر شعبان. سيكون غدا إن شاء الله تعالى هو الأول فيه، يوم الجمعة، وهذه مناسبة طيبة، ليلة الجمعة مع شهر شعبان في هذه الظروف المباركة، ربنا عز وجل يفتح فيها أبواب الدعوات ويتقبل من العباد ويرسل إلينا النفحات. ماذا علينا أن نفعل عند بزوغ فجر هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال، كلما رأى أي هلال في أي شهر عربي كان يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ونحن نقول أيضا لهذا الشهر، كلنا نقوله: اللهم أهل علينا شهر شعبان باليمن والإيمان،
والسلامة والإسلام ربي وربك الله. لماذا نقول ربي وربك الله؟ هذا إشارة إلى أن الهلال نحن نؤمن بأنه يعبد الله معنا، حتى هذا الهلال هو مأمور كما نحن مأمورين، مأمور بأن يدور دورته وأن يصل إلى ميقاته، لهذا نقول ربي وربك الله. فاللهم أهل علينا هذا الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات والإيمان والسلامة والإسلام، وعلى المغاربة جمعاء، وعلى مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، وعلى الأمة الإسلامية قاطبة، على الأمة الإسلامية قاطبة في مشارق الأرض وفي مغاربها. هذا الشهر الفضيل من السنة النبوية الشريفة أن نقول كما قال سيدنا النبي، يقول إذا رأى الهلال كان يقول هلال خير ورشد، كان يقلها ثلاثا، ويقول آمنت بالذي خلقك، يقولها ثلاثا، ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. فتعالوا نقول كما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، وآمنت بالذي خلقك، وآمنت بالذي خلقك، وآمنت بالذي خلقك، الحمد لله الذي ذهب بشهر رجب وجاء بشهر شعبان، الحمد لله الذي ذهب بشهر رجب وجاء بشهر شعبان. هكذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى بزوغ الهلال يقول هذه الدعوات، إنه يستفتح، لأنه يعلم بأن قدوم الأيام قد تأتينا لا قدر الله بشدائد وكروب وهنات، ولما نتوقع نقول هذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ، الله تعالى يبارك، الله تعالى يستر، ونحن في هذه الظرفية في أمس الحاجة ما نكون إلى رحمات الله وبركات الله. هذا شهر مبارك أضلنا أيها الأحبة الكرام، فهو شهر عظيم وشهر رفيع الدرجات، سمي شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير. هذا الشهر يأتي بين شهرين عظيمين، بين شهر رجب، وشهر رجب الذي ودعناه هو من الأشهر الحرم، حيث يحرم فيه القتل والحروب، وللأسف رأينا الحرب الروسية على أوكرانيا وقعت في شهر رجب، وفي النظام الإسلامي يحرم بتاتا أن يكون هناك قتل أو حروب في شهر رجب، ولكن القوم هناك لا علاقة لهم بالدين ولا علاقة لهم بالإسلام ولا علاقة لهم بشريعة الرحمن، فهم يفعلون ما يشاءون. فشهر رجب هو شهر السلم والسلام، ويحرم فيه القتل والحروب والدمار. جاء شعبان بين رجب وبين رمضان، ورمضان معروف أنه شهر القرآن، تضاعف فيه الحسنات وتكثر فيه البركات. فشعبان جاء بين رجب ورمضان، لأنه لماذا؟ لأنه ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال. وسبحان الله هذه اللحظة ونحن نتحدث أيها الأحباب الكرام، نحن الآن في الضال البيضاء، معنا أمطار الخير تنزل بغزارة في هذه اللحظة، وقد ظهر شهر شعبان، وربنا سبحانه وتعالى فتح باب السماء بماء خير مبارك، نحن عطشة والأرض عطشة والبهائم عطشة، تحتاج إلى أمطار الخير. فاللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم
أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل شهر شعبان فاتحة خير ويمن وبركة على بلادنا المغرب وعلى جميع البلاد الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هذا الشهر الفضيل إذانا بزوال جائحة الكورونا وذهاب جميع الأوبئة. اللهم اجعل هذا الشهر الفضيل بداية موسم الأمطار وموسم الخيرات والبركات، واجعل هذا الشهر الفضيل بداية الرخص في الأسعار وبداية التضامن والتكافل بين عبادك المؤمنين. ونسأل الله تعالى أن يذهب عنا خوف وشر هذه الحرب التي تدور بين روسيا وأوكرانيا. نسأل الله تعالى أن يجعل هناك ولا ينتقل شرها إلينا. اللهم احفظنا ببركة القرآن وببركة هذا الشهر الفضيل شهر شعبان. أيها الأحبة الكرام، هذا الشهر الفضيل الذي سمي شعبان لأنه يتشعب فيه الخير، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان يعظمه. كان يقول: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. ما معنى هذا الكلام؟ رجب شهر الله، أي أنه اختصه الله به سبحانه وتعالى، وشعبان وكأنه خاص بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورمضان هو خاص بالأمة الإسلامية جمعاء. جاء تأويل هذا الحديث في حديث آخر، لأن السنة النبوية نفهمها حينما نشرح الحديث بالحديث. ففي حديث آخر يقول: رجب شهر الاستغفار. فرجب الذي ودعناه هو قمين بكل المسلمين والمسلمات أن يكثروا فيه من الاستغفار. رجب شهر الاستغفار، وشعبان شهر الصلاة على النبي. شعبان شهر الصلاة على النبي، لماذا؟ لأنه يكون فيه الإكثار من هذه الصلاة على سيدنا النبي. يقال بأن آية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نزلت في شهر شعبان. لهذا يقال هو شهر الصلاة على النبي، علينا أن نكثر فيه من الصلاة على الحبيب المصطفى. رجب كان فيه الإكثار من الاستغفار. أما رمضان ماذا فيه؟ رجب شهر الاستغفار، شعبان شهر الصلاة على النبي، ورمضان شهر القرآن. إنه شهر نكثر فيه من تلاوة القرآن لأن فيه أنزل. لهذا سيدنا النبي كان يقول: فاجتهدوا رحمكم الله، اجتهدوا عباد الله، لقد أضلكم هذا الشهر الفضيل العظيم المبارك، وإن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا، فاجتهدوا رحمكم الله. هذا الشهر الفضيل خصه الله تعالى بعدة فضائل ونفحات ترفع فيه الأعمال وتغفر فيه الذنوب، لأنه تقدمة لشهر رمضان وتمرين على الصيام والقيام وصالح الأعمال. وعلينا أن نبادر. سيدنا النبي كان يقول: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهزا، أو هرما مفندا، أو الدجال فشعر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. سيدنا النبي يقول: بادروا بالأعمال، بادروا. لماذا؟ لأن ما يدري، قد نكون الآن نحن في أمن وأمان، غدا لا ندري ما الذي يقع. قد تكون الآن أنت غني وقد يبتلى الإنسان بالفقر، الفقر المنسي الذي ينسيه ذكر الله، يصبح صاحبه مفتون، أو ينتظر الغنى المطغي الذي يجعله يتكبر عن طاعة الله،
أو مرضا مفسدا، قد يصاب الإنسان بمرض شديد يصيب معه طريح الفراش، أو موتا مجهزا، قد يصاب الإنسان بالموت فيرتحل كلية من دار الفناء إلى دار البقاء، أو هرما مفندا، قد يصاب الإنسان بالهزال والضعف أو الدجال. كل هذه الأشياء قد تكون محبطة للأعمال، إذا أصابت الإنسان لن يستطيع أن يعمل شيء، لذا قال بادروا بالأعمال. أو الدجال فشهر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فالعقلاء أيها الأحباب الكرام يجتهدون في الخيرات، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. ماذا علينا أن نفعل أيها الأحباب الكرام في هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان؟ أولا علينا أن نجدد التوبة مع الله، أول شيء ينبغي أن نقوم به ونحن نستقبل شهر شعبان، نجدد التوبة. لماذا؟ لأن الإيمان يبلى كما يبلى التوب. الإنسان قد يصاب بفتن ويصاب بظروف تجعل إيمانه ضعيف، فيبلى كما يبلى التوب، يخرق كما يخرق الثوب. لهذا سيدنا النبي كان يقول جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم. قالوا وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال بقولكم لا إله إلا الله. نردد كثيرا كلمة لا إله إلا الله تساعد على تجديد الإيمان في القلوب، ثم نتوب نجدد الثوبة على ما كنا نقع فيه من خطايا ومن آثام ومن ذنوب، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعد ذلك أيها الأحباب الكرام نحافظ على الصلاة، خصوصا الفرائض والإكثار من النوافل، لأن ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. علينا أن نكثر من الفرائض ونحافظ عليها ونجتهد في النوافل، هذا يعطينا حب الرحمن، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وخصوصا أيها الأحباب الكرام أن نكثر من السجود في هذا الشهر الفضيل، ربنا أقرب ما يكون إليه العبد وهو الساجد، علينا أن نكثر من السجود لله سبحانه وتعالى، وهذا يساعدنا لأن يكون دعاؤنا مستجاب. فقد كان صحابي جليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تسألني؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك نحن مطالبون في هذا الشهر الفضيل أن نحرص على الإكثار من الصيام، فالصيام في شعبان مبارك. أمنا عائشة تروي بأن سيدنا النبي كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم. منهج النبي الكريم أنه مرة يكثر من الصيام ومرة يكثر من الإفطار، لكن تقول أمنا عائشة فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه من شعبان. كان في شعبان يصوم كثير، أكثر شهر يصومه بعد رمضان هو شعبان، لأن فيه خير عظيم. وصحابي جليل سأل النبي الكريم قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فلماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الشهر ترفع فيه الأعمال لله رب العالمين، لهذا الإنسان عليه أن يكثر أقصى ما يمكن من الأعمال الصالحات، لأن هذا الشهر امتيازه أن الله يفتح الأبواب وترفع فيه الأعمال، ومن ذلك تجديد التوبة، ومن ذلك الصلاة الفريضة، ثم الإكثار من النوافل، ثم الصيام. وهذه مناسبة نذكر النساء، هناك تنبيه لبعض النساء التي عندهن دين رمضان الماضي، نساء عندهن دين رمضان الماضي أفطرن،
إما لأنهم بسبب الدورة الشهرية الحيض، وإما بسبب النفاس، وإما بأسباب أخرى. فهذه مناسبة نذكر بأن النساء عليهن أن يسرعن في الصيام، يتداركن ما في ذمتهن من دين، دين رمضان الماضي لم يبقى إلا شعبان، فعليهن أن يجتهدن في الصيام. والصيام يكون للنساء طيلة شهر رمضان، لكن الذي يصوم فضائل الأعمال لا يمكن أن نصوم فضائل الأعمال في شعبان إلا في النصف منه، لا ينبغي أن نصوم أكثر من النصف، لأن سيدنا النبي كان يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينبهنا ويعلمنا أن نملأ أوقاتنا بالعمارة، عمارة الأوقات بالطاعات، خصوصا أوقات الغفلة. وهذا ما كان يحرص عليه السلف الصالح من هذه الأمة. فالصالحون في كل عصر وكل زمان كانوا يجتهدون في شعبان. إذا دخل هذا الشهر الفضيل أول ما يقومون به أنهم يكثرون فيه من الصلاة والنوافل والصيام والذكر والقيام، ويتركون الكثير من مشاغل الدنيا، ويبدأون يستعدون فيه لاستقبال شهر رمضان. فشعبان تقديمة لرمضان. كانوا إذا دخل شعبان بعض التجار كانوا يغلقون حوانيتهم ويتفرغون لقراءة القرآن. كانوا يقولون عن شهر شعبان شهر القراء، لأن في رمضان سيكون هناك الصلاة بالقراءة، وهذه فرصة للحفظ والاستذكار، خصوصا الأئمة والذين يصلون بالناس في المشفعين، يصلون بالناس في المحراب. هذا شهر القراء، أنهم يراجعون القرآن ويتفرغون لتلاوته، ويقبلون على مصاحفهم فيقرؤونها، حتى التجار وعموم الناس. أيضا في شهر شعبان يلاحظ بأن الأغنياء والأثرياء والتجار يحرصون على إخراج زكاة أموالهم، لأن الناس سوف يستقبلون رمضان، ورمضان فيه نفقات، والناس عرفوا بأنهم يحتاجون إلى النفقة في رمضان. فهناك جانب من الأثرياء والأغنياء والتجار يخرجون زكاة أموالهم في شهر شعبان ليعينوا بها غيرهم من الفقراء والمساكين على الطاعة في رمضان، حتى لا يضطروا في رمضان للتسول أو لطلب المساعدة. الأثرياء يقدمون الصدقات للفقراء والمحتاجين، ويوسعون على المساكين وعلى الأيتام وأبناء السبيل في شعبان. حتى إذا دخل رمضان كانت قلوب المؤمنين عامرة بالإيمان، والألسنة رطبة بالذكر، فالناس يحبون هذا الشهر. كانوا يقولون عن شهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر سقي الزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. فهذه عملية فلاحية، هذه تجارة مع الله. رجب نقوم بعملية الزرع، وشعبان نسقي هذا الزرع، وفي رمضان نحصد هذا الزرع. بل منهم من شبه رجب بالريح، وشبه شعبان بالغيم، ورمضان بالمطر، تأتي الرياح تدفع الغيم ثم ينزل المطر. ومن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسقي في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ هناك أناس يعيشون في الغفلة طيلة السنة، حتى إذا قالوا غدا سيكون أول فاتح رمضان وقد ظهر هلاله، آنذاك يجددون التوبة ويبدأون من الصفر، يكون قد فاتهم القطار. لكن الصلحاء يستعدون لرمضان منذ شعبان، بل منهم من يستعد له منذ رجب. وفي هذا الشهر الفضيل شهر شعبان فيه ليلة عظيمة، ليلة النصف من شعبان، ليلة 15. هذه الليلة المباركة سماها القرآن الليلة المباركة، وتسمى ليلة الغفران، وليلة العتق من النيران، وليلة الشفاعة، وليلة البراءة، وليلة الإجابة، وليلة القسمة.
إن شاء الله حينما تقبل هذه الليلة المباركة في النصف من شعبان إذا كنا على قيد الحياة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لنحييها بالذكر والدعاء والمذاكرة، لأن في هذه الليلة المباركة ربنا يقدر الأقدار فيها. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قوة الإيمان وقوة اليقين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطايا والمعاصي. نسأل الله تعالى أن يجدد إيماننا وأن يتقبل توبتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يهل علينا وعليكم شهر شعبان بالرحمة والمغفرة والرضوان. ونسأل الله تعالى أن تعمنا خيراته، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يرخص أسعارنا ويكثر خيراتنا ويصرف عنا البلاء والغلاء، وأن يرزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام، ويمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، ويبارك لنا ولكم في الأولاد والعائلة والإخوة والأحباب. ونسأل الله تعالى الذي يعلم حاجاتنا فليقضها، وليعلم كل احتياجاتنا فليحققها لنا جل جلاله. آمين آمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.